عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلمة الليلة قبل الغروب وقبل الإفطار على الإفطار وتعجيل الإفطار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زالت أمتي بخير ما قدموا الفطور وأخر السحور. إذا نحن عندنا مشكلة هنا عند النساء وعند بعض الرجال، اللي الواحد يقعد يلف ويدور أم أذان يسمعه وهو عاده يعني يدخل الحمام يبغى يتوضأ، أبغى أم كذا نسيت حاجة فعلت. وخصوصا الحريم، أنا أقولها وركز على الحريم المساكين اللي مفروض أنهم هم أول من يفطرون لأنهم شقايفين مطبخ من الظهر، ولكنها مسكينة جاهلة ما تعرف الأحاديث وما تعرف كلام الرسول. والرسول يقول: أقرب الناس إلي أعجلكم فطرا. شوفي يا بنت الحلال، يعني أقرب الناس إلى الرسول الأسرع فطر والأقرب فطر. أفطري مو شرط تحط لهم فطر في الأرض كله، وأنت تمشين حبة تمر وموية تقطيها وخلاص فطرتي أول الناس. أحرصي على أنك تفطرين كم ما قدرت، أسرع وقت أسرع وقت أسرع كم ما قدرت، لأن الرسول يقول هذا الحديث حكمة فيه وموعظة وعبرة علشان نعمل برخصه ونعمل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لأيام الناس اللي في الحجة وهم يصومون في عرفة فوق الجبل، وبيوه قالوا له: يا رسول الله ناس يعني صائمين وهم في الحج، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني ما يعملون بالرخص. فإحنا الآن يسر لنا الدين وقال لنا الرسول نعجل، ما قال لنا نأخر، قال لنا نأخر السحور. لماذا؟ وتأخير السحور لحكمة، قال لك لأنه في السحر، سمي السحور لأنه من وقت السحر في آخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل. وزيدة لا تسحرين إلا باقي 50 آية تقرينها بينك وبين الأذان، وتسحري علشان يكون أقوى لك على النشاط وعلى العبادة وعلى الطاعة. أما أنا قد جربت نفسي وجربته، إذا تعشيت بعد العشاء ولا شيء ما يجي الظهر إلا بطري يخفق دي. فلا أحرصوا على هذه التعليمات، لأن كلام الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والحقيقة تعجيل الإفطار مهمة جدا، وإحنا كلنا، أنا دحين أتحدث عليكم وترني أنا بعض الأوقات أظل في سيارة ولا تعال يا فلان، وأنا مثل يعني أحيانا ما أتأخر. فلهذا لا، هذه نصيحة والصيحة أوصل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: بلغوا عني، فأنا أبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصي بهذا الكلام اللي قاله الرسول: أقرب الناس إلي أعجلهم فطرا. هذا نوقف عند أقرب الناس إلي عجلا فطرا. فأسأل الله أن يقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله شافعا لنا يوم القيامة، وأن يتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يحسن ختامنا، وحفظكم الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. محبكم أبو مطران الحربي.